قال فهد عوض مدير منتخب الكويت أن مواجهة المنتخب المصري متأهل لنهائيات كأس العالم 2018 ستكون صعبة للغاية، مؤكدا أن المباراة اختبارا جاد للاعبي المنتخب الكويتي من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني. وقد منح الجهاز الفني للمنتخب الكويتي بقيادة المدرب الصربي رادي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، وغدا على أن يستأنف المنتخب تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهته المرتقبة أمام منتخبنا الوطني المقرر لها 25 من مايو الجاري. أوضح عوض أن هناك اجتماعا سيعقد بين مسؤولي الفريقين للاتفاق على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاعتماد المباراة وإقامتها تحت مظلته.